إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. يا أستاذ فؤاد، كلمتين وبس كانوا أجمل كلام، كانوا الكلمتين بيأثروا في الناس. النهاردة الناس محتاجة كلام كتير، كلام يغير حاجات كتير، حاجات كتير قوي يا أستاذ فؤاد. الحكومة عملت خطوة جديرة بالتأييد. ايه الخطوة دي؟ التأمين الصحي. عمل التأمين الصحي على التلامذة قبل المرحلة الجامعية. فعلا خطوة عظيمة وقرار مهم جدا. وعلى ما اذكر يا استاذ فؤاد، القرار ده اتعمل له القانون رقم 99 لسنة 1992 الخاص بالتأمين الصحي على تلاميذ المدارس. والحقيقة ده كان حصل لأسباب كتير وقتها، لان الوضع الصحي لأولادنا وتلامذتنا خطير للغاية. ازاي يا استاذ؟ اقول لك ازاي. اكتر من 50% من الشباب عنده امراض مزمنة ومستعصية، ده كلام الارقام. هنا يبقى التأمين الصحي مسألة مهمة جدا، وهنا يبقى طفرة جامدة لمواجهة الوضع المحزن ده. التأمين الصحي مش مقصود بيه الدور العلاجي وبس. اعتقد ان التأمين الصحي هدفه الأول هو علاج التلامذة من الأمراض الشائعة والموسمية والأمراض المفاجئة زي كورونا كده لما جات لنا. لا، ده أهميته إنه هيلعب دور وقائي، هيفحص التلامذة بشكل دوري ومنتظم، وهيطعمهم ضد الأمراض المختلفة، وهينشر الوعي الصحي بين التلامذة. كل ده هيعمله التأمين الصحي. المشروع ده حلم، يا رب يتحقق. أعتقد الحلم ده اتحقق، وبعد كده بقى في مراكز طبية ومستشفيات تابعة للمدارس والجامعات. المشروع ده هيستفيد منه 12 مليون تلميذ مصري بيدرسوا في المدارس. العدد ده كان زمان يا أستاذ في أوائل التسعينات، دلوقتي العدد تضاعف بقى أكتر من 25 مليون تلميذ في كل مراحل التعليم قبل الجامعي. بس الحقيقة هو مشروع ضخم وطموح وهدفه مهم جدا. هدف المشروع الكبير ده عمل أجيال سليمة تقدر تتعامل مع المستقبل. التلامذة اللي احنا هنحافظ على صحتهم دول هم الأجيال اللي هتحكم بكرة. لو الأجيال دي مريضة أو ضعيفة، ده يأثر على استيعابهم وعلى إنتاجهم. المشروع ده حلم قديم، يا رب نقدر نحققه بكفاءة. علشان نحققه بكفاءة عايزين خطوة تانية تكمل الخطوة الأولى. إيه الخطوة التانية دي يا أستاذ؟ هي إطعام التلاميذ، توفير الأكل ليهم أثناء الدراسة زي أيام زمان. زمان كان في أكل في المدارس. حصل يا أستاذ، مشروع تغذية التلاميذ اتنفذ نسبيا سنة 1999 في مدارس بعض المحافظات النائية. الحكومة تبنت تاني مشروع كبير للتغذية المدرسية، بتشترك فيه بقى وزارة الصحة مع وزارة التربية والتعليم مع منظمة الصحة العالمية. الأرقام بتقول لنا إن أكتر من نص التلامذة في مصر عندهم أنيميا. النسبة دي بتزيد في مناطق وتقل في مناطق. مش ده المهم، المهم إن الأنيميا دي سببها إيه؟ سوء التغذية. فعلاً، وآخر إحصائية لوزارة الصحة بتقول إن عندنا 8 مليون تلميذ عندهم أنيميا، 1.3 مليون عندهم تقزم، و3.4 مليون بيعانوا من السمنة، وكل دول محتاجين تغذية سليمة. لو قدرنا نوفر للطلبة غذاء معقول في المدرسة نبقى بنعمل عمل متكامل. يبقى التأمين الصحي وغذاء الطلبة لو ده حصل يبقى إنجاز كبير. مشكلة الأنيميا اللي منتشرة في الطلبة إنها بتأثر على الصحة وعلى مستوى الذكاء وعلى مستوى التحصيل. يعني من غير اهتمام بالمشكلة دي نبقى بنحرد في البحر وبنكتب على المية. إحنا عارفين إن عودة الأكل في المدارس هتمثل عبء على ميزانية الدولة، عارفين إن الدولة ما هياش في بحبوحة، لكن كل ده يهون جنب الهدف وهو صحة التلامذة وإنشاء أجيال سليمة وتربية أجيال قوية. إن شاء الله يتحقق الهدف الكبير ده بتضامن الجميع. الدولة مش هتقدر تعمل كل حاجة، ضروري كمان المجتمع المدني
والمؤسسات الكبيرة ورجال الأعمال كله ضروري يشارك، لأن صحة ولادنا مهمة لمستقبل بلدنا، مش كده؟ ولا نقول كمان كلمتين وبس. فؤاد المهندس، عمرو الليفي، أحمد بهجت، محمد الشبه، تامر حسني.